السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين ومشاهديني معايا في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بوريك الأفران أو بوريك بالجبنة. طريقة سهلة وبسيطة جدا. في الطبق قدام حضراتكم حاطة نص كيلو من الدقيق، معاه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من الصلصة. هنقلب كل الكلام ده كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاجي نازله عليهم بمعلقه من الصلصه، واقلب الكلام ده كله مع بعض. بعد كده نص كوبايه من الزيت، وعلى طول هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم وانزل بالميه واحده واحده. بسم الله. هبدا الاول بنص كوبايه والم العجينه كده، بصوا كده معايا العجينه ثابت من ايديا وثابت من البوله، يبقى كده العجينه بتاعتي تمام والعجن يكون بالشكل ده. يعني بلم العجين ما حاولش بقدر المستطاع ان قلبت فيه، لان كتر العجن هيعمل معايا عرق وهيخلي العجينه تعضم معايا، يعني تنشف معايا. والعجينه زي ما حضراتكم شايفين العجينه طريه بس مش ملزقه. بصوا كده مش بتتشبط في ايدي ازاي، ولكن هي طريه. هسيب بقى الكلام ده كله يخمر وبعد كده ان شاء الله نشكله مع بعض. اما بالنسبه للكوبايه المستخدمه على نص كيلو دقيق، خلي ده شويه على جنب، كوب معياري حجمه 250 مللي من السوائل. هسيبها تخمر ان شاء الله بعد كده هكمل الوصفه. ده شكل العجين بعد ما خمر معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نقطع العجينه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا بفرد بدون ما احط دقيق ولا زيت ولا اي حاجه، هي مش محتاجه اي حاجه. بصوا كده معايا فردت العجينه بسمك نص سنتي. بسمي بسم الله وابدا اقطع العجينه بالشكل ده. ما عنديش قطعه زي دي، يبقى كوبايه. بعد كده باخد معلقه صغيره من الجبنه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، هنقفل العجينه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب الطرف ده على الطرف ده زي ما حضراتكم شايفين كده، واجي من هنا من الحرف اضمه لجوه شويه، وكذلك الامر هنا. ولازم اتاكد ان العجينه اتقفلت معايا كويس جدا عشان ما تفكش مني والجبنه تطلع مني وانا بسويها، وبضغط عليها ضغطه بسيطه جدا بالشكل ده. اظن مفيش اسهل من كده. وعلى الصينيه جنب اخواتها واحطها واحده كمان بالشكل ده.
اخلص الكميه كلها بالشكل ده وارجع لحضراتكم. نيجي بقى للعجينه اللي اتبقت مني، هبدا اعملها كوره من اول وجديد وافردها تاني واعمل بنفس الطريقه زي ما عملت في المره الاولانيه بالشكل ده. ده شكل البوريك بعد ما خلصته زي ما حضراتكم شايفين، وعبال ما خلصت كل الكمية كان خمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنسمي بسم الله 4 معالق من اللبن، رشة صغيرة من نسكافيه سريع ذوبان، وهقلب الكلام ده كله زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبدأ ادهن بيه وش البوريك. في نفس الوقت فرني سخنته اعلى درجة عندنا في الفرن، بولع من فوق ومن تحت الشواية مع الفرن، بحط الاول تحت ياخد لون، بعد كده بطفي الشواية وبطلعه فوق. هدهن كده بالراحة، بسم الله الرحمن الرحيم. حبة البركة، وابدأ كده ارش كده حبات صغيرة بالشكل ده. خلص كل الكميه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وعلى طول على الفرن، وبعد ما يستوي ان شاء الله اوري لحضراتكم. استوى البوريك معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، مش قادره اوصف لحضراتكم طعمه، ملوش حل، حلو جدا 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 بطريقه محدش يتخيلها. اهم حاجه اول ما يطلع من الفرن وهو سخن لازم 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 اغطيه بفوطه مطبخ او قماشه عشان يتم طري معايا. تعالوا بقى نشوف كده واحده، بسم الله كده حضراتكم، بص الطراوه بتاعته، سمي بسم الله. ايه رايكم؟ تحفه. نفتح واحده كمان، ملوش حل. بالنسبه للميه اللي اخدها مني، اخد مني كوبايه معياريه من اللي انا وريتها لحضراتكم، وان شاء الله مش هيزيد عن كوبايه، لكن ممكن يقل معلقه او معلقتين حسب نوع الدقيق. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وينول اعجابكم. شكرا ليكم، اسما فود.